بتتكلم عن اكتشافات مقابر العمال بنات الاهرام، بتتكلم عن الاسرار اللي عصرنا عليها جوه الهرم زي الابواب السريه بابعتنا الروبوت، بتتكلم عن ابو الهول واسرار ابو الهول، بتتكلم عن الاكتشافات الضخمه مقابر العمال بنات الاهرام اللي بينت العالم كله الاهرامات اللي بناها المصريين وانها لم تبنى بالصخره. وانا النهارده في المقاله في الكلمه بتاعتي علقت على ما يقال باسم الفويد او الفجوه التي عثر عليها داخل الهرم، وقلنا ان دي مش كشف ولازم يبقى فيه تأني اكتر عشان نقدر نتكلم عن هذا الموضوع. اقول له مبروك على الكتاب الجديد، وهو عودنا دايما ان هو دايما نشط، وانا حابه في حته النشاط دي لانه ما يعني حتى ما حصلت الازمات هو ما استسلمش، ودي كانت اهم حاجه في شخصيه زي حواس. فدي حاجه انا بشكره عليها انه ما جالوش احباط، ما حسش انه خرج بره الساحه رغم انه في يوم من الايام كان وزير. يعني احنا بنتكلم النهارده عن القوه الناعمه لمصر، بنتكلم على عظمه مصر وتاريخ مصر وحاضر مصر ايضا ومستقبل مصر، وبالتالي دكتور زي حواس اولا هو احد يعني عناصر فخرنا واحد عناصر القوه الناعمه في مصر، وبالتالي اي حدث هو بيشارك فيه او اي اكتشافات هو بيشارك فيها او اي كتاب بيألفه انا بعتقد ان احنا لازم كلنا نقف معاه ونشجعه، واحنا يعني بنفخر بيه دائما في كل المنتديات وبالذات في العالم الخارجي.